حل الأزمات، عشق تقديم الخدمات، وحاول حل الأزمات. بس على فان فان في مقالب كل الحلقات، بس على فان فان في مقالب كل الحلقات. أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب، والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب، ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب. أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب، والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. لكن أصبر يا جمعة، أصبر يا سلمان. انزل تحت في الأرشيف يا جموع، انزل تحت بالأرشيف. في الأرشيف تنزل تحت يا جموع، تنزل تحت بالأرشيف يا جموع. الأستاذ جمعة. نعم يا حمد. جمعة الغالي الله يرحمك يا جمعة. راح في لحظة راح الله يرحمك. يا جمعة ايش أقول يا عمي، ايش أقول؟ أنا زعلان يا عمي. على المرحوم؟ لا، ها؟ على العرس، خايف لا يتأجل. احنا في ايش ولا في ايش يا حمد؟ الله يهديك يا ولدي. الله يرحمه الله يرحمه. كانت سيرته مسك وخدوم يا عمي، كان خدوم. نعم والله، أنا الدكتور قال لي ممكن يموت فجأة، لكن ما كنت أتوقع إن بهالسهولة هذه. بسرعة راح. اهدى يا عمي، اهدى. الله يرحمه. اهدى، كلنا لها يا عمي، كلنا لها. أنا كنت أتمنى حد غيره يا حمد. ها؟ تقصد من؟ أقصد اللي في بالي يا حمد. لكنها سنورة. نعم سنورة بسبعة أرواح. ها؟ اللي هي من يا عمي؟ وأنت إيش خص؟ اللي هي من اللي هي؟ خلاص اللي في بالي بس. زين يا عمي، والعمل؟ العمل اسمع يا ولدي يا احمد. يا عمي انت تروح تخبر الحار، وانا بجلس في البيت اتقبل التعازي وخبرهم ان الدفن بكره. اطمئن اطمئن يا عمي اطمئن. انا بخبر الجماعه في الحاره وبنشر الخبر. بارك الله فيك يا ولدي. الله يرحمك يا جماعه. الله يرحمك. الله يرحمك يا جماعه. يا الله. يا ربي ساعات يا مرحير، الظاهر نمت كثير. ايش السالفة؟ يا الله كلها من هالدواء هذه. ايش شرب شي هناك برا؟ ايش هناك؟
الظاهر مرت عمي صالح توفت مسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روح أشوف إيش اللي صاير. هذه الدنيا ترى يوم لك يوم عليك. الله يرحمك. هذا والله لك الأجر. قولة مريم ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. علم الله لك الأجر. والله لك الأجر. تفضل. علم الله لك الأجر. أي حال الدنيا ولد. الله يرحمها. الله يرحمها مسكينة كانت. السالفة هي صحة ولا ايش يا عمي؟ عفريت لك بس لا تسي. ليه؟ عفريت انت ديما عفريت لك. قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بارك الله العظيم. عفريت ايش السالفة يا جماعة؟ انا جمعة عارف انك جمعة وعارف انك واصل الحين، لكن قل لي وين كنت يا حضرة؟ كنت ميت، اقصد كان يعتقد اني ميت، وحنا افتكرنا ان مريم ماتت، ويا ريتنا افتكرنا انك انت المرحوم. بس وص قطع بحسك. انت موظف فاشل ومهمل وكسول وجبان بعد، وكنت تودي افتكسك اكلته. رجعت مره ثانيه اشوفك بعد. بس لا تكمل يا اخ سلمان. يا استاذ سلمان خلينا نكون اصدقاء احسن، ولا اذكرك ولا ما يحتاج؟ حق بالله عليك في فلوس تقيلة عندك وبعدين ضيعها يا فالح. اسمع، انا انسان مستقيم وما يصح الا الصحيح. وليش تخبى موزة بمكاني بعد؟ ليش؟ قول ليش يعني؟ كيف يعني؟ لا سمح الله مت في المستشفى، ما لازم اخبرهم عشان يكرموك ويشوفوا جنازتك؟ انت بني ادم بالله عليك؟ انت بني ادم؟ والله احنا كلنا من فصيلة واحدة، يعني اخوة. فلوس تطيح في دينك وتضيعها يا مفتري؟ يعني كيف تبغيهم يرجعوا واحنا وراء القضبان؟ في فلوس تنصرف يا جاهل وبعدين ترجع مره ثانيه فيه؟ والله انا سويت باللي يملي علي ضميري بالخير. سلامات يا ابو الضماير، سلامات. لازم كل انسان يكون عنده ضمير، فاذا كان اخذ اجازه شويه بيرجع بيتوب، لكن تظاهر تريد اجازه على طول. ايش اسوي فيك؟ ايش اسوي فيك؟ افترسك واني اشرخ ثيابي احسن. لا ارجوك انت مدير، وبعدين بيدخلوك في سين وجيم، يعني ما يستوي. اسكت ما حد هالكني في هذا المكتب الا انت لم تعب لي حياتي. الو نعم. اهلا حامد ولد المرحوم اخوي، اهلا وسهلا. متى باقي السفر انت؟ أول مرة أعرف عندك ولد أخو يا أخ سعفان. حمدان أقصد سلمان. عارف أبوي عارف، لكن امتحان وللأسف طلعت ساقط جميع المواد. أهلا صحيح يا هدى، ألف مبروك. الحمد لله يا هدى، الحمد لله يوم إنش نجحتي وخدت الشهادة وبيضتي الوجه ورفعتي راسي. الله يبارك فيك يا أمي. الحمد لله أنا الحين أقدر أحقق أحلامي وأكون عضوة عاملة في المجتمع لقيمتي وكياني. وابي عن يكون قصدك بعد تصير تشتغلي؟ لا شيل من دماغش هالكلام. إحنا الحمد لله ما محتاجين حال شغلش، الفلوس موجودة وكل شيء موجود ومتوفر عشانش. ليش يا أمي؟ الشغل ما للمحتاجينه بس، الشغل قيمة وجود. هذا يا أبوش. السلام عليكم يا هدى يا بنتي. وعليكم السلام يبا. انا نجحت يا ابوي. والله تعالي يا بنتي تعالي. مبروك يا بنتي يا هدى. مبروك يا حبيبتي. الحين يا هدى عاد ما بقى الا العريس المنتظر. العريس موجود يا سلمان ومنتظر على نار. وكيف عرفتي يا موز انه وصل من الخارج؟ صدقيني هو مستعد وجاهز وعلى احر من الجمر. بعد من ذا ابوي منتظر على حر من القمر عندك؟ ايش فيش انت بعد؟ كيف من هو يعني؟ اقول لك حامد ولد اخوي المرحوم. ايش فيش؟ من
بنتي انا العاقله ما بتزوج غير محمود ولد اختي. نعم من هذا محمود بعد اللي ما خابش من ليل محمود ولد اختي. قلت لك حامد وبس. قلت لك محمود وبس. موزه بس انا لا بتزوج هذا ولا هذا. نعم من بيت زوجي ما انا ما باكي الا شوي واطلع فوق فوق. بس انت خفف ايدك على القلم وشوفي يرقص في احلى نغمه، لان يا جمعي يا حبيبي رسائلك فيها الخير والبركه. انت تحبها؟ ايه اكيد احبها اكيد احبها. لان هذا اللي تسويه غلط في غلط يا سعيد. ليش؟ لان المفروض تعبلها عن حبك وبطريقتك انت. انت لما تعبر عن عواطفك وحبك واحساسات غيرك فهذا غلط. هي من وين بتعرف انك انت اللي تكتب الرسائل مو انا؟ بعدين جمع كم مره انا قلت لك ان انا ما اعرف اعبر. اقصدي ما عندي وقت اعبر. زين ما عندي وقت. بس ما عندك وقت ولا ما عندك احساس حقيقي؟ البركه فيك يا حبيبي يا جمعه، يا مثقف يا محترم يا خدوم. خدوم؟ عرفت معنى هالكلمه هذه؟ انا كل يوم اسمعها منك هذه الكلمه. الله يهديك يا جمعه. خذ هاي الملفات لازم كلها تخلص. المدير العام طلع مره ثانيه، يعني خلاص ماشي شرده واعمال زايده. هذه الشرده كانت من شغلاتك انت. راح انت. ارجوك يا جماعه ارجوك يا جماعه تساعدني، انا الحين بين نارين وما قادره. طول الناس يا مدام. على العموم انا خدام الزملاء، انا دائما اخدم. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. على ذمكم انا رايح للمدير العام. لحظه لحظه لحظه، المدير العام لا تروح قبل لا تخلص الشغل. وليش وانتوا ليش هني معكم ما تشتغلون ولا شيء يعني؟ زين بس لو سيل عنا هلا هلا فينا يعني. كيف يعني؟ يعني كشف الحوافز والترقيات. جمعة تعرف ايش صار النجوى؟ عارف، تزوجت. لا اتطلقت. ها؟ اتطلقت وبهذه السرعة؟ غريبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما غريب إلا الشيطان يا عمي، أنا نجحت وفاطمة نجحت، يعني ما بقى قدامنا إلا حمد. احنا بعدنا في بداية الطريق، بعد الثانوية. يا فاطمة يا فاطمة، أنت ممكن تكمل المشوار معي، ممكن تكمل المشوار معي. أي نعم، يعني أنت ممكن تدخلي الجامعة وإحنا معانا أولادنا والدنيا بعدها ما طايرة. نعم نعم، حمد عنده حق. إيش اللي عنده حق؟ أيوة. إذا ما عنده حق خلاص ما عنده حق. حمد. نعم عمي. أنت متى تريد تتزوج ولا تحت أمرك؟ خبرني بس. أبوي. بس أقول لك وس ولا كلمة. صالح. أنت سكتي ولا تنفذي. عميم. وس أقول لك وس من قعف. يا عمي أنا أبغى أتزوج. هدى ما بتتزوج غير ولد أختي أنا. وأنا قلت هدى ما تتزوج غير ولد أخوي أنا. سلمان. موزة. أنا عاد عطيت كلمة ولن أتراجع فيها. وأنا بعد ما بطلع صغير قدام أخوي. أنا بعد أعطيت أخوي كلمة ولن أتراجع عنها أبدا. حبيبي هذه إذا كانت لك كلمة أنت. موزة يا الدهير يا الدهق افهمني، هدى بنتك يوم بتزوج ود أختي أنا يعني بتعيش في عز وثروة ونعيم، أختي وزوجها وفلوسهم بتروح في جيوبنا احنا. افهمني كما فاهم. وانت يا الدهيرية يا موزو يلي ما تفهمي، ليش تبغي ثروة أخوي تروح للغريب؟ ليش؟ إيش معنى هذا الكلام يعني؟ زين لحظة 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 لا تتشاحط، نسأل هدى ونستشيرها. وطاح الحطب. نسأل هدى ونستشيرها وطاح الحطب. أصلاً هدى بعدها ما وافقت لا على هذا ولا هذا، لكن عاد أنا أبوها لما أسألها بتقدرني وتوافق. غلطان انت سلمان، بنتي بتقدر كلامي انا وبتوافق امها. انا غلطان؟ انا غلطان؟ انا تو بسالها قدامش. هدى هدى يا بنتي تعالي شوي بغلس تعالي. بتحصل غين صمه لان هدى ما موجوده في البيت. كيف كيف يعني البنت تطلع من البيت من غير ما تستشير اهلها؟ كيف؟ قولي. وحضرتك يا ابو هدى انت من هين لايق في البيت ليل ونهار لدواره بعد برا البيت وما عندك غير صراخ ولا هواش؟ من هين حتى تشوفك بنتك وتستاذنك؟ انا موزو انا ما انتي فرحت لي البيت سوق الجمعه؟ وابوي
كأني قلت جمعان من هذا الجمعة بعد هذا. وبعدين يعني وبعدين؟ وإيش بعدين بعدين بعدين؟ هين هذا الكلام اللي كنت تقولي لي؟ إحنا ما نستغنى عنك وأنت الكل في الكل وأنت الخير والبركة، وين هذا الكلام؟ قولي لي. حياتك بتستوي إنسان وبني آدم يوم قلت ذا الكلام، لكن إنك طلعت خس وأدمر من الأول. يا ريت نجلس في المستشفى العام. الله لا يعطيك عافية يا جمعة، مثل ما دليتهم على مكاني الله لا يعطيك عافية. لكن تعال، هودة بنتي راحت وين؟ سعيد. هلا هودة، كيف حالك؟ مبروك، أنا سمعت إنك نجحتي. مش مهم، في موضوع أهم منه يا سعيد. خير؟ أهلي. إيش فيهم بعد؟ أهلي ما صدقوا إني نجحت، على طول يريدوا يتخلصوا مني. لا 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 يا هدى، لا، أنت لازم تقولي لهم. أنا أقول لهم ولا أنت؟ زين خلاص قولي لهم، بس مهدي للطريق عشان ما حصل طرد. أنا حاولت معاهم جلسوا وتهاوشوا، عشان كذا طلعت وجيت. والعمل؟ أنا اليوم بحاول أكلمهم، بس يا ريت يا سعيد تحاولك تجيب أهلك. يعني أهلي؟ إيه، أنت عارف الخلاف بيني وبينهم بسببك. وبعدين صراحة أبوي قال لي إذا ما تزوج بنت خالتك لا أنا أبوك ولا أنت ولدي، مثل الأفلام يعني. إنزين والعمل؟ والله إيش أقول لك، أنت كلمي أبوك حاول تقنعيه، وأنا بكلم أبوي وحاول أفهمه، حتى لو إن أبوي شايف فلوس وكل شيء الصراحة ونافق نفسه. أنا ما يهمني غيرك أنت. أنا يا هدى، أنا أريد الإنسان الحساس الشاعري على طول، بس أرجوك لا تتغير بعدين أكرهك. لا لا، كيف تكرهيني؟ الله يهديك، أكرهيني؟ لا أقصد، لا خلاص، يوم الخميس إن شاء الله كل المشاكل بتحل. أنت بس كلمي أهلك وكلميهم بكل صراحة. أكلمهم يا سعيد. تو تأكدت هذا يا بنتي تقصد سعيد ود سالم ود عبد العزيز اللي يشتغل معي في الشركة؟ أيوة يا أبوي. سالم بن عبد العزيز صاحب الشركات والعقارات والمزارع؟ هو يا أبوي. عجيبة، نعم إنها عجيبة. تو هذا الإنسان كيف قبل يشتغل معي في الشركة وأبو غني؟ ليش ما يشتغل في شركات أبو؟ بصراحة يا أبوي هو يحب يعتمد على نفسه. هي نعم. يعني بالمعنى يا بنتي هودة اسمعيني زين، يعني تو هذا الشخص يستاهل علشانه أضحي بمحمود ولد أختي، وتعرفي عاد أختي وتجارتهم واصلة لين هين. دوكم هذي بعد من ولد أختي هذا الله يديش، من محمود هذا بفلوس أبوه بيشتريش ويشتري ولد أختي، معلش الله يديش. لكن يا بنتي هو صحيح يعني، لكن ما مبين علي، هو عنده سيارة فخمة ويلبسين، لكن هذا طي الشباب بس. بصراحة يا أبوي هو مختلف شوي مع أهله، علشان يريدوا يزوجوه واحدة من قريبتهم غنية، وهو صراحة ما راضي علشان هو يحبني أنا. لا تخافي يا بنتي لا تخافي، أنا بصلح هذا الوضع، والمثل يقول اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك. عجب، معقولة يا سلمان هذا الولد يشتغل في شركتك وانتك ما عندك خبر؟ هذا الولد مفروض تعامله معاملة ثانية، المفروض يا موزة هذا الولد يكون هو المدير العام بدلي أنا، ما هذاك الخربوط ده الجموع الله لا يعطي عافية. أقول سلمان، قولي. لو انت يوم جالس تحسب وتعدد ايش بتسوي مع حامد ود أخوك؟ ايش بتقول لهم؟ من حامد هذا ومن هذا حامد، من هذا حامد اللي ما خابش من ليل، هذا حامد اصلا ما عنده غير السفر والمشاكل والبهدله. ايه لكن عاد كيف يعني، وانا ايه كيف بعتذر حال محمود ود اختي؟ انسيهم كلهم انسيهم، اي محمود اي خرابيط. يعني انت موافق يا ابوي؟ لا يا بنتي انا موافق، لكن اول شيء اشوفه واسال عنه واشوف ملفه، واذا طلع ملفه صحيح مثل ما تقولي فهذا عاد الهنا لك يا بنتي ولعيانش. ايه زين يا الطماع، الهنا حالها هي عرفناها، لكن حالنا احنا كيف؟ بعدين اقول لك يا موزه، معقولة سالم بن عبد العزيز هذا الغني ولده يشتغل عندي وأنا ما عندي خبر؟ لا 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 يمكن هذه الفرصة تطير من إيدك يا سلمان، وإذا طارت ترى ما شايلة، ما ممكن.
خير، ايش فيك؟ ضحكنا معاك، ليش تضحك؟ خلاص يا جمع خلاص، اسلوبك الحلو في الرسائل جاب نتيجة. كل شيء بيصير ملكي، وانا بسبح بسبح سباح في الذهب، والثمن كذبه بيضة وبتداويها الايام حبيبي. يعني بتتزوج هدى؟ اتزوجها انا خلاص حبيبي، تزوجتها. ايش؟ تزوجتها؟ ايه نعم تزوجتها. وكيف يعني تزوجتها؟ اصلا هم محظوظين انهم يناسبوا واحد مثلي. انا سعيد بن سعد. لا تكمل لا تكمل، انا اريد افهم كيف تزوجتها ومتى. يا اخي يا اخي يا جماعة، ابوها راضي وامها راضية، وانت ايش يخصك يا قاضي؟ بعدين لا تستغرب لا تستغرب يا احب انسان عندي في الوجود. اسمع يا جماعة، هدى كلمت امها وابوها وهم موافقين، هذا يعني ان انا اصبحت في حكم متزوجين، صح ولا لا؟ بصراحة انا ما مرتاح لك ابدا. خلي عنك سوالف، يب رسالة يب رسالة. الرسالة حبيبي لا تقعد تشوفني كذي. قصدك هذه الرسالة علشان ما اكون مشارك معك في الجريمة؟ جريمة؟ الحين الزواج صار جريمة عندك انت؟ طبعا، ما دام انه بالغش والكذب. يا حبيبي يا جمعة الله يهديك، المثل يقول اللي يوفق بين راسين بالحلال حصل اجر، وانا ما ممكن انسالك هذا الجميل ابدا. يا غمش يا سهام اوين مو لازم يلعب. ليش؟ هون عشان يراوي ولده لازم يفوز. ابوي سهام احسن لي شقيبي بنيه. خليه بيغلب هالمره، عنده حافز. نفس كلامه، حافز اي حافز اي خرابيط يا مستشار الهم والغم. نعم يا مدام زوج هذا بطل، بس خوفك عليه هو اللي مخلينا ينغلب. استشاراتك هذه كلها خرطي في خرطي، وحدي ما بقى عندي لا رخيص ولا غالي، كله مو وبدون فايده. كفني من استشاراتك هذه. نعم ريحني. انا اقول بيغلب. هو افرض الغلب، ايش بيكون موقفه قدام ثامر وصالح؟ انت مره عازمه على توامين مع بعض؟ افرض ما عشان بعدين يثقل ويسمع كلامي، لا بعدين يتفشل قدام اولاده. ثامر وصالح؟ ايه مو ما عاقب انك عقب على غيارك، اسميهم حازم حزمه. تعال لو عاد هي شغل هل حزمه ولا رزمه؟ اكو شغل على مكتبك. احسنت. صباح الخير. صباح النور. تعال تي، ما قلتي لي متى تطلقتي؟ وبعدين هذا رجال غني، وبعدين ما يطول. نعم انتو ما طولتوا، لكن ما طولت سهام. ارجوش ما رد اسمع هذه السيره. نعم بلعتني. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. تعال على وين يا استاذ؟ وين الشغل؟ الشغل قدامك مكتبك، شوفها قدامك. زين وانت على وين؟ أنا رايح أجيب ذيب من ذيلة. لا تنسى الذيل. أجيب الذيب. حسن اسمعني زين يا حسن، في كلام أقول لك يا الحين، لكن لازم يبقى السر بيني وبينك. اسمعني زين، تروح الحين شؤون موظفين وتجيب لي ملف سعيد بن سالم. ايوه فهمني زين، لا ترفع صوتك لحد سمعك، فهم؟ يلا بسرعه يلا، ما اريد حد يسمعك ابدا، مفهوم؟ ايش تقول؟ اقول لك ان البيانات كلها صحيحه. يعني انت متاكد؟ طبعا متاكد، وبعدين مكتوب قدامه تاشر، هذا يا موزه باين علينا ولد عز، كل يوم يلبس جديد وعنده سياره فخمه. أنا أقول يا موزة إن هذا الإنسان ما نخلي يطير من يدينا أبداً. والله صدقك يا سلمان، المفروض ما نفرط فيه. نعم مسكه بيدينا ورجولنا. يا ريت عاد، بس يا ريت لو أبوي شاركني بكمين مشروع، كان بتعين أخلي البيسة. يشاركش ما يشاركش عقب. معاليش يا موزو معاليش، أنا وراش والزمن طويل. هدى الله يا سعيد، معقول نتقابل في هذا المحل اليوم؟
نزلوا ليش؟ ليش؟ لأنها محل مشهور، وبعدين هذا ملك يدي. جدك؟ إيه يدي وورثة عمي. وأبوك؟ لا أبوي مو فاضي حق المحلات الصغيرة مثل هذه، الله يهديك. هذا محل صغير؟ أبوي يعني دائما يحب المشاريع الكبيرة مثل العيادات، مستشفيات، هذه النمونة. أنا أهم شيء عندي أنت يا سعيد. المهم عندي أنت يا هدى. ها؟ إيش قلت؟ صراحة أنا سعيد إن سلمان وموزه موافقين، بس بس إيش؟ بس لازم يعني أمي وأبوي وأهلي. طبعاً، معقولة سعيد تجي تخطبني بروحك؟ بس تعرف الخلاف اللي بيننا. بس أبوي يقول إنه هو مستعد يصلح ما بينكم. ما تصدق كيف أبوي فرحان لما عرف إنك أنت ولد سالم التاجر المشهور. إيه أبوي. إيه صحيح، أنا ولد. نعم. سعيد. نعم. أنا ما تهمني الفلوس، وأنا أعرف إن أبوك أغنى منا، بس إحنا حبنا أغلى. طبعاً، بس تعرفي أنت أبوي بخيل. تصدقي اشترى لي سيارة آخر موديل وقال لي هذه هديتك لو سمعت كلامي وتزوجت سميحة. سميحة؟ لا أنا أقصد أحلام، أي أحلام. وطبعاً رفضت، قلت لا أنا أحب هدهد حياتي، ما تمني المزارع والعقارات والعمارات، ما تمني هذه أملاك أبوي كلها، ما تمني صراحة. إنزين ومتى تجيبهم عاد؟ أروح لهم وأكلمهم إن شاء الله يرضوا. أبوك هذا بعد لازم يعقدها ويقول أمي وأبوي وأهلي، الله يستر. بس أنا عندي فكرة. لحقاني بهالشينا. أول شي تيجي أنت بروحك. أيوة. وتشرح لأبوي كل ظروفك. متى والساعة كم؟ أهلا وسهلا ولدي سعيد، أهلا، شرفتنا، شرف بيتك يا ولدي. تفضل. يا سلام. مستحي مسكي. تفضل يا ولد، تفضل. هودة سوينا شاي يا بنت، سوينا شاي. يا سعيد يا ولدي، تكون من تكون وما تقول لي وتشتغل معي في الشركة وأنا ما عندي خبر، الله يهديك. ما جات مناسبة يا عم سلمان، ما جات مناسبة. صريح يا ولدي، صريح، اعتبر هذا البيت بيتك. اي نعم، احسنت، هذا من طيبك. كيف يا ولدي انت ود ناس كبار ود ناس اغنياء وتشتغل معي انا موظف بسيط، الله يهديك. ظروف عم سلمان، ظروف. لكن ما فوت تقول لي يا ولدي علشان تكون في وضعك الطبيعي، ولا تبغى ابوك يزعل علي؟ ها كيف يعني يعني اقصد هاي عاتبني، وبعدين صدق انا مشتاق لك كثير. نعم مشتاق لك كثير. من ابوك؟ انا يا ولدي يا سعيد ابغى اشوفه علشان اتعرف عليه. ايوه، لكن عارف يا ولدي، عارف ان في خلافات بينكم، لكن انا احاول اني الحي هذه الخلافات اللي بينكم، وانا في الحقيقه ناوي اني اشاركه في جميع المشروعات الاستثماريه. استريح يا ولدي، البيت بيتك والمكان مكانك. اهلا بالاستاذ سعيد. اهلا مدام. ابن رجل الاعمال الكبير وصاحب الشركات والمشروعات الانسانيه. معروف. تعرف؟ أنا تراني أشوف إنك كان على صدره يعني. تفضحتنا، تكلم زين. أهلاً ولدي سعيد. أهلاً يا مدام. أهلاً. حياك. تعالي يا بنتي، تعالي يا هدى. هدى جابتنا الشاي مسكينة. سعيد يا سعيد، ما غريب. أهلاً يا هدى. أهلاً بيك. احنا يا ولدي، استريح تفضل. احنا كان يا ولدي بدنا ان امك وابوك يكونوا حاضرين معاك ونتعرف عليهم ونتشرف بوجودهم، بس عاد هدى خبرتنا انك انت بتجي في الاول وبعدين بتجيبهم هم. وعسى عاد ان شاء الله ان ابوك انعجبه يعني. اي نعم ان شاء الله. تفضل شاي. احسنتي، شكرا. مسكين حقد خليله. اقول يا ولدي احنا عاد سعداء يعني بوجودك ونتعرفنا عليك، يعني وما ودنا ان نفتح اي مواضيع الا بوجود اهلك، لان تعرف يا ولدي هذه الاصول. صحيح خالتي موزه، لكن انا اقول سالفه الاهل الحين هذه لو تنسوه يعني علشان. لا يا ولدي، لا الاصول ماكذاك يا سلمان. نعم صحيح. والزواج ما لعبه يا ولدي، تعرف انت، وبعدين ودنا ان موضوع الزواج هذا يتم برضا الجميع. صحيح، بس انا قصدي يعني يا امي
سعيد واهله ما متفقين بسبب هدى. مو راح تصير غرفتش انتي؟ يلا سير الغرفة. حاسب ايه؟ مالك الله يديك شو كبر اتكب اتكب شايف ثيابك حاسب شو مالك الله يديك مساكين شو ولدي؟ معلي لا تزعلنا يا ولدي يعني ما قصدنا نسقك ولا شيء. لا لا بالعكس بالعكس. قول لي يا سعيد يا ولدي انتو مزرعتكم اللي في نزوة وصحاء ولا اللي في صلالة يعني؟ ها؟ كلها. ما شاء الله ما شاء الله. والمصانع موجودة موجودة الحمد لله. يا رب سترك. خير علامك تربط خير. خير ربنا كثير خير ربنا كثير. المفروض يا ولدي ما تزعل على أبوك لأنه هو الخير والبركة. ليش يعني هو في زعل بينه وبين أبوه؟ لا لا بس يعني قصدي. لا يا موزة لا هو الخلاف اللي بينه وبين أبوه علشان موضوع زواجه. وأبي كيف يعني إحنا أقل عنهم وهم أحسن عنا ولا كيف؟ لا لا يا موزة لا تفهمي الموضوع غلط أنت الله يديش. هو ما يبغى يتزوج بنت خاله بس هاي بس المشاكل اللي بينه وبين أبوه لا بيكون حوله ولا شيء. بالضبط بالضبط بالضبط. وأنا أقول لو ننسى سالفة الوالد والوالدة هذه أحسن. خالتي موزة عمي سلمان أنا الحمد لله إنسان كامل وعندي شهادات وأقدر أكون أحسن منزل للعيشة الزوجية. أبو يا ولدي مالك الله يديك إيش هذا الكلام؟ إحنا أولا ما نعصي الولد على أبوه وخاصة أبوه هذا عاد يهمنا عمره. احنا ناس نجمع القلوب يعني بين القلوب نجمع. اي نعم نعم. بعدين يا ولدي بسألك انت عندك اخوان؟ ها؟ عنده انا 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 افتكر انه عنده اخ ثاني فوق سعيد. اخ ثاني صح؟ اي نعم احنا اثنين نحن نعم اثنين نحن. زين يوم عندك اخو غيره يعني يزوجوا اخوك ذيك بو ما باغنها. راجح اخوي راجح. اسمه راجح خريج حقوق. هو مخطوب اللي بتعمه ولا مخطوب اللي بتخالي؟ هو ما يحب بتعمه ولا ما اريد بتخالي. كني حاسه من كلامك ان ابوك راسه عصب واجد يعني. وايد عصبي عصبي كثير خالتي موزه عصبي وايد عصبي. نعم عجب ما دام ابوك عصبي وراسه عص مثل ما قلت. انا عندي له مفاجاه وهذه المفاجاه تكون حلوه. مفاجأة وأنا ناقص مفاجآت بعد مفاجأة الله يهديكم. قوم يا ولدي يا سعيد معي قوم نسير عند أبوك علشان أنا أتعرف عليه ونحل هذا الخلاف اللي بينك وبينه. أي. الله أكبر أسميك عاد يا سلمان إنك تغش الأفكار من السيدة موزة. نعم. هي يا ولدي فكرة زينة يمكن يعني إن أبوك قلبه يلين ويحن على بنتنا ويوافق وبعدين تراكم أنتوا رجال أعمال والكلام بينكم يعني نتائجه صحيحة. نتائجه صحيحة نتائجه. أنا صراحة عمي أستاذ سلمان يعني لا يعني ولا شيء. قوم يا ولدي ومثل ما قالت موزة إحنا رجال الأعمال نتفاهم بعضنا بعض. صحيح. قوم. لا لا ما أقوم. سمعت قوم خلنا لك هذا أبوك ولا تبغاني أحلف؟ لا لا ما تحلف. لكن وين تروح لما الله يهديك عمي سلمان؟ هذول دربهم بعيد بعيد وايد وبعدين الصراحة أبوي عصبي وأنا خافة يصنك بكفخة ولا شيء. أبوي وأنا الصراحة ما أرضى إنك أنت تنهان في وجودي ما أرضى. نعم يا ربي هذا أبو شابك خطير يبالي قيد أبو. نعم اسمعني يا ولدي سعيد مرة ثانية يوم تجيب حيانك جيب أمك معك. ها زين وجيب أبو اسمه ناجح أخوك. راجح أخوي هو اسمه راجح. نعم راجح. انتو خلوني ألقى أمي وأبوي أول بعدين راجح الله يهديكم. أبو مالك بعدين مالك هذا ما حد قام يكلم نفسه مالك با. ماشي ماشي أنا أقول إن شاء الله أنا بحاول كل جهدي وبقنعهم وإن شاء الله نجيكم نزوركم الخميس الجاي إن شاء الله. اسمع يا ولدي يا سعيد. نعم. اسمعني زين عندك مهل أسبوع تصفي فيه حساباتك البنكية وشيكاتك. للي غلط. قصدي الخلافات اللي بينك وبين أبوك العائلية. والله يعطيك من خير. نعم. والمثل يقول الدنيا أخذ وعطى. نعم صحيح صحيح ربنا يستر. وينك يا جمعة؟ أهلاً
اهلا اهلا استاذ جمعه ابو بلكات. اهلا وسهلا ابو بلكات. ابو بلكات يا متعلم، عشان تقول له ما حد رجع غير عنك ولا كيف يعني؟ انا اريد اتزوج اتزوج يا اخي. انا من يوم علاقتك كنت تريد تتزوج يا اخي. تزوج ريح البنات، هي وايد رجال واجد يا اخي. بس كيف بس كيف بس كيف؟ لا تجلس تبسبس تبسبس دائما تبسبس لي تبسبس لي. بعدين ليش تتكلم بصوت عالي؟ ها ما خاصتك بالطبل ومكروفون وتصرخ او تعلن في الاذاعه والتلفزيون اريد اتزوج. يا ريت يا ريت بس كيف يا ريت. تعال اعلمك كيف. انت الحين بالله عليك يا عمرك في القاعد مكاين ما مكاين، وتفكر الزواج مثل الماكينه والبرغل والبلوت. يا فلتر يا خربان انت. فلتر وخربان بعد. ما ادري عنك، اكلت لحم صرخت، تبي تتزوج صرخت، وبعدين ما لا 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 كله ولا سالفه اللحم هذه، خليني في الزواج احسن. إذا إيش المشكلة أقول له أنا أرفع موضوع أكل الجهاز الثانية ونشوف يضطروا فيه يعني. يا ريت يا ريت. إنها كلمة يا ريت تحقق. يعني انطر يا حمار لما يجيك الربيع. ربيع؟ حمد. نعم. إيش رأيك بالربيع؟ الربيع يا ريت، بس الربيع لما يوافقوا الجماعة ويرضوا على تزويجي. ما أعرف ليش ما احنا اتفقنا، ما أعرف ليش مكبرين المسألة مع أنها عادية وبسيطة جدا. عادية لأنك أنت أي كلام يا أخي، أي كلام. معطينهم الحبل إيش نقولك فيه؟ أنت رايحك معطينهم الحبل. أنا علمنا أنا أنا حب الله عليك، أنت معطينهم سالفة طويلة. أنت كم طويلة؟ أنا مطول المسالفة. أي أي زين، إيش تدني أسوي؟ تعطيهم عين الحمراء، تصرخ عليهم. أي نعم، تضربهم وتصفعهم. أي نعم، تشرخ ثيابك عشان يعرفون إنه معطين بنتهم رجال. أنا هي نعم اشرخ ثيابي. هي شرخ ثيابك نعم، تكسر وضرب وتنقي لك كم من ضلع من فاطمه كم من ضلع من امها. اي نعم. وشوف كيف عاد لما قالوا هذا عنده الشهامه. هاي يا اخي حق، هذا حقك ولازم تدافع عنه. جمعه حبابك تعالي تشعرن في البيت. أرجوك يا جمعة انقذني، أخوك أنا ضعت يا جمعة، أرجوك انقذني. إيش السالفة؟ أنا طحت من السماء وأنت لقفني، لقفني ولا تراي بطيح وبضيع. خبرني، هدي أعصابك هدي أعصابك. إيش السالفة؟ على فكرة عرفتك، حمد راعي الجراج. ما مهم راعي جراج راعي حرق الحين، ما مهم. شفت كيف؟ حتى هذا أنت ما تعرس عينه، يوم حطه مكسر كان بتفوز بحب الناس وبحب اللي تحبها بعد. إي بس كيف؟ ايش السالفه ها؟ ايش عندك انت؟ ما اتكلم في الشارع، نتكلم ما يصير اتكلم في الشارع. لا اف عليك، اتكلم في البيت. حياك حياك، انت اول مره تزورني على فكره. ها تتغدى؟ لا ما متغدى. نعم كيف يعني؟ فاتحنا مطعم جايني من غير غدا بعد؟ مو وقته الحين، مو وقته يا جماعه. لا وقته في هاو. زين يلا انا عازم منك على الغدا. يلا انت شهم. زين شهم بس على حسابك عاد. زين خلاص بس نتكلم. ايش تامر؟ اي شيء، لحم خروف ايش تبغى؟ ترى اللحم غالي. أي والسمك أغلى من الذهب بعد هالأيام هذه، أغلى من السيارات الرخيصة بعد الوقصادها بعد. يا جماعة أرجوك خلصني أرجوك. أي أشوف يكون محطم ومكسر، وخاصة الضلع اللي خاطر فيه. يلا أكسر أحطم أشرخ ثيابي، ما يهم أموت لا يهم، لا حياة بعد الآن، هيا إلى الأمام سر. هذول خمسة أشخاص غابوا عن الدوام اليوم، مداهم هذول، أنا لازم أكتفيهم تقرير. ها أحمد بن فارس، أبو أبو، وهذا علي بن خميس، أبي، وهذا صالح بن عوض، وهذا رقب بن علي، وهذا محمد بن ناصر. تو من هذا كسر الباب، أتقوم أغلق الباب. الباب 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 تكسر. تكسر نعم، روح. إيش فيك حمد أنت قلت؟ سمعي أنت وأمش وأبوش، أنا ما نعرف في دينكم، أنا ما ترطور. أنت ترطور وصرصور يا المنقرص. حدك، أنا ما نتكلم واجد، تراني أكسر وأحطم وأشرخ وأكسر ضلوعة. ايه ايه ايه، دير بالك على نفسك لين يطلق عرق، ولا تراني بعرف شغل فيك يا الخرخور. خرخور؟ زين قلت على نفسك، خلي خلق سلام. بس تعرف يا سعيد؟ احسن شيء واحد يركب السيارات الضخمه هاي اللي كل يوم واحد يجي، ما اعرف وين تجيب السيارات هاي الفخمه هذه، وياكل احسن المطاعم وانت تدفع بها. يا جمعه خلي منك هاي السوالف الحين، كلها تقول لي ايش اسوي؟ ايش سالفه؟ خليهم حمد يربيهم، يستاهلوا. ايش علينا؟ يلا امشي خلينا نتحرك. يلا يا جماعه هذا وينك؟ هاي الطاعون هاي حسابات خليهم يصفونها. انت قايمة سايق عالية، ايش دخلك انت؟ تعال صبر
يلا وفقي وفقي الدار والحارة والخيل وفقي يلا يلا والله يلا فقري 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 عوروني عوروني يلا هذا مات ايش صار له هذا؟ استاهل ما انا بحاشي ضيف ضيف ما بعرف استاهل استاهل هذا عمو احنا هاي مسائل عليه حيدخل يلا نمشي يلا ادعي الباب ادعي الباب لا تسلي زر اعطوني ضلوعي بس ضلع واحد بس ضلع لا حول ولا قوة إلا بالله حتى طلوع عن مصالح ما خلاها حالة مسكين جمعة ها هي السالفة أبوي قلنا لك هاي مسائل عائلية سعيد انتش عليك يلا امشي يلا يلا روح يلا روح الله العظيم يستاهل نعم يستاهل يا هذه النمونة كيف يبغى لهم تسمعني سيرة الميكانيكي هذه اها وتجيبها على لسانك صحيح هذا أصلا ما عندنا أخوة هذا كيف يتجرى ويدخل بيت لو يتهجم علينا؟ نعم؟ لأنه خلاص احنا عطينا فرصة هو خلاص طلعنا قرون عاد نعم خلق زاه علشان يحرم يدخل البيت مرة ثانية لكن تعرفي يا أم نبهان؟ مريم والله انت قوية وفيك عضلات طالع عليك يا أم نبهان الله يعزك بس حرام اللي سويته فيه دهكم هذه النوبة انت بعد الدافع عنا انت؟ بصراحة عنده حق في اللي سواه أول مرة أحس إنه رجال ويقدر يوقف مواقف رجولية بصراحة أنا أريده إيش؟ أنت الحين ليش معقد السالفة بالله عليك؟ خلاص يا أخي مبروك بس كيف يا جماعة كيف؟ ما دام إن غرضك شريف خلاص إذا أنت ما شفت حمل الصالة والسبب الحب لا لا المسألة مو سهلة يا جماعة المسألة مو سهلة أبدا ما كان كلامك كذا أحلك الأول أنا فوق فوق خلاص فوق اعتبرني اتزوجت هدى وخلاص كل شيء صار ملكي وين الثقة الزايدة يا أستاذ سعيد بصراحة يا جماعة أنا ما اعتقدت أن السالفة توصل لهذه الدرجة أنت عارف سالفة أمي وأبوي أنا ما أعرف كيف أتصرف أمي وأبوي أنت إيش سالفتك بالله عليك أنت الظاهر تشوف أفلام مؤثرة عليك بعدين تعال 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 هلا يا بشوفك باين عليك تكذب علي شوية تكذب أنا يا جماعة كذب ما أدري عنك مرة تقول أمي وأبوي ماتوا مرة تقول ما عندي شيء وما حيلت شيء ومرة تقول هو الناس كبارية أنت الظاهر تكذب علي يا سعيد الصراحة يا جماعة أنا جاي صارحك بالحقيقة علشان تساعدني زين أصدقني القول أمك وأبوك عايشين أيوة عايشين ويريدون أتزوج على كيفهم يا أخي روح اقنعهم بالرد تتزوجها أنت وبعدين يا أخي أنت ما صغير ولو أنه عارف أنك ما تريد هدى عن حب أنه ما طمعان في فلوس أبوها عارف الحب يجي بعد الزواج بعدين يا جماعة يا حبيبي مو عيب أن الواحد يتزوج وحدة تحسن من عيشته ترفع من مستواه وبعدين أنا بتزوجها على سنة الله ورسوله وهذا اللي مخلني ساكت ومتحمل أفكارك التعبانة هذه المهم قول لي كيف نتصرف يا أخي روح لأهلك واقنعهم بالحقيقة يا أخي هذول راسهم ناشفة راسهم زين روح معاك على لا 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 أرجوك استريح يعني بدي جلسي كلها ساكت ما تسوي شيء يا أخي روح لأهلك واقنعهم اللي تريد تزوجها وخليهم روح يخطبوها لك أي نعم وبعدين ادعي قلمينا اللي جاب لك فايدة مفروض تدعيني وتشكرني بالقلم اللي سوى لك فايدة رسائلك الحلوة احنا فيش ولا فيش الله يهديك يا جماعة انت بعد يا أخي أنت أنا بسألك أنت ليش متضايق بالله عليك المفروض تكون فرحان يا سعيد ترى المشكلة يا جماعة في أمي وأبوي وبنت خالتي اللي يريزون إياها بالغصب قول لهم أن الزواج ما يصير بالغصب ما في زواج بالغصب أنت ما تعرف ظروفي يا جماعة ما تعرف عن أمي وأبوي ما تعرف عني شيء أبدا لا ظاهر أنت لغز يا سعيد إي نعم أنا لغز وعشت فيه بنفسي وهدى هدى هي الحل الوحيد لهذا اللغز هي المخرج الوحيد لحياتي اللي عمري ما شفت شيء في اسمه حب ولا حياة لا انت عقدت وانا بصراحة اريد افهم وانا جالس لك ويلا قول ليش السالفة انا اريد اتحرر من قيودي من قيود حياتي انا عشت وسط اسرة مستقرة استقرار يخنق يزبط من داخل بعد
من يوم ما ولدت وللحين وانا كلي رسميات وخطوات وعدد ومعدود، حياتي مقيدة ومحسوبة مثل ما امي وابوي يشوفوها. انتوا عتبتوا حياتي وبعدين امي وابوي عمرهم ما تهاوشوا مع بعض، كانوا سعداء كثير كثير وكانوا يحبوا بعض وايد وايد، وانا كنت الطفل المدلل بينهم، ما كانوا يقدروا يتركوني حتى ثانية واحدة بنفسي، كانوا يحبوني كثير كثير ويحبوا بعض يا جماعة. أنا طفولتي كانت عظيمة عظيمة جدا. قم أنت بعد نوبة، قم 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 أنا سل سل، والله العظيم دي حالة نوبة. ما قلت لك إن حياتنا كانت أسعد حياة وأسرتنا أسعد أسرة؟ Love you.